السلام عليكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى النشرة السورية المصرية التي تتابع الانتخابات الرئاسية في سوريا ومصر، ونبدأها بعناوينها. اختتام الحملات الدعائية لمرشحي الرئاسة المصرية اليوم، والصمت الانتخابي يبدأ منتصف هذه الليلة. توالي وصول الوفود الأجنبية إلى القاهرة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. لافروف يحذر من محاولات استغلال الأزمة الإنسانية في سوريا لتبرير تدخل خارجي. وتيرة الحملات الانتخابية ترتفع في سوريا، وشوارعها وساحاتها باتت مسرحا للمسيرات والمهرجانات الانتخابية. قبل الدخول في ملفات هذه النشرة نتوقف مع موجز لأهم الأنباء. زيارة غير معلنة قام بها وفد قيادي في حركة حماس إلى إيران في اليومين الماضيين، هذا ما أكدته معلومات للميادين. أشارت إلى أن وفد حماس التقى خلال هذه الزيارة مسؤولين رفيعي المستوى في طهران وقيادات عليا معينة أو معنية بالمقاومة. معلومات الميادين كشفت أن اتفاقات مهمة بين حماس وطهران وقعت للتعاون من أجل دعم جبهة المقاومة، وأشارت إلى أن طهران أكدت وقوفها إلى جانب حماس وحركات المقاومة في فلسطين والمنطقة. معلومات الميادين أوضحت أيضا أن وفد حماس أكد للمسؤولين الإيرانيين أن الحركة هي ضمن محور المقاومة في المنطقة، وأنها مستعدة للتعاون مع طهران لترميم جبهة المقاومة، وشدد على أن هناك اتفاقا في وجهات نظر حماس وإيران حيال قضايا المنطقة. أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه يدرس حاليا في ظل الظرف الراهن فكرة الانسحاب من بعض المناطق في الضفة الغربية. نتنياهو رأى أن هناك إجماعا يتكون في إسرائيل على أنه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام، مشيرا إلى أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يفعل شيئا لتجاوز الإجماع الفلسطيني الرافض للسلام. ورفض نتنياهو الاتهامات الموجهة لإسرائيل بشأن مسؤوليتها عن فشل المفاوضات بسبب مشاريع البناء في المستوطنات. بدأت القوات البرية في الجيش الإيراني مناورات تحمل اسم بيت المقدس 26 في محافظة أصفهان وسط البلاد. المناورات تجرى على مرحلتين، ركزت في اليوم الأول على المنظومة الصاروخية الإيرانية واختبرت صاروخي نزعات وفجر 5. قال المتحدث باسم الجيش التونسي إن جنديا قتل وأصيب 5 آخرون في انفجار لغم بجبل الشعن بقرب الحدود الجزائرية. انفجار اللغم حدث ضمن سلسلة تفجيرات وهجمات تعرضت لها قوات الجيش والحرس الوطني في جبل الشعن، ويشهد الجبل ملاحقة القوات الأمنية لعشرات المسلحين المتحصنين فيه. إلى ليبيا، حيث أفاد مراسلنا بأن 20 شخصا أصيبوا الليلة الماضية في بنغازي عقب سقوط قذيفة صاروخية في إحدى المناطق السكنية. وحول الأوضاع في طرابلس، قال أن قوات درع ليبيا للمنطقة الوسطى ستبدأ اليوم تنفيذ خطة انتشارها في العاصمة. وكان شهود عيا قد أفادوا بأن نحو 100 سيارة مسلحة بأسلحة متوسطة وثقيلة نجحت في دخول معسكر تابع للمؤتمر الوطني قرب طريق المطار بطرابلس، وهي المنطقة التي تسيطر عليها كتائب القعقاع والصواعق المؤيدة للواء المتقاعد خليفة حفتر. وصل الرئيس الموريتاني الذي يشغل رئاسة الاتحاد الأفريقي في زيارة مفاجئة لكدال التي يسيطر عليها مسلحو الطوارق. الزيارة هذه تهدف إلى بحث حل للأزمة شمال مالي. إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع المالي أن نحو 20 جنديا قتلوا وأصيب 30 آخرون في محاولة فاشلة لاستعادة بلدة كدال. هذه التطورات تأتي مع سيطرة الطوارق على مدينتين شمال مالي ومحاصرة مدن أخرى.
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا تشهد حربا أهلية شاملة بعد الانقلاب في أوكرانيا. بوتين وفي كلمة له بمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي قال إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دعما انقلابا في أوكرانيا تلته الفوضى ونشوب حرب أهلية شاملة في البلاد. وأعرب الرئيس الروسي عن تفاؤله بحل الأزمة الأوكرانية مشيرا إلى أنها ستعزز الحوار مع الولايات المتحدة. إلى تركيا، حيث توفي شخص ثان اليوم الجمعة متأثرا بجروح أصيب بها بعد مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في إسطنبول. وكان شخص قد قتل أمس وأصيب نحو 10 آخرين بجروح في مواجهات عنيفة استمرت ليلا بين متظاهرين ضد الحكومة والشرطة. حذرت الولايات المتحدة كوريا الشمالية من القيام بأي أعمال استفزازية حتى لا تزيد حدة التوتر في شبه الجزيرة الكورية. يأتي ذلك ردا على إطلاق بيونغ يانغ قذائف مدفعية داخل حدود كوريا الجنوبية. المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيم ساكي أعلنت خلال مؤتمر صحفي أن بلادها تراقب عن كثب الوضع في شبه الجزيرة الكورية بمساعدة حلفائها في سيول. أما الآن فنبدأ نشرتنا من مصر وزميلة لينا زهر الدين. لينا مساء الخير وتفضلي. مساء الخير دينا، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النشرة المصرية نقدمها لكم كالعادة مباشرة من القاهرة في إطار تغطيتنا للانتخابات الرئاسية المصرية. عمليا نحن أمام ساعات قليلة جدا متبقية لدخول البلاد لوقف الحملات الدعائية والانتخابية ودخول البلاد رسميا في فترة الصمت الانتخابي. كلا المرشحين يسعى جهده للإدلاء بمواقف أخيرة خلال هذه الساعات، وحملة حمدين صباحي مثلا تختتم اليوم رسميا أعمال الدعاية الانتخابية بمؤتمر جماهيري بميدان عابدين وسط القاهرة بحضور مرشحها الرئاسي. صباحي قال إن تصويت المصريين في الخارج ليس مؤشرا على فوز أو خسارة أحد، مشيرا إلى أن المعركة ما زالت مفتوحة على كل الاحتمالات، وجدد التأكيد أنه لن يقبل أي منصب بالتعيين، وقبوله لأي منصب سيكون بالانتخاب من أغلبية النواب. شركة المصريين أولا في انتصار لمعنى 30 يونيو اللي أنا كنت موجود فيه زي كل المصريين. نمرة 2 في مشاركة نتمنى تكون أكتر من كده، لأن المصريين ممكن يبقى 9 مليون، هذا الرقم نتمنى في المرات القادمة أنه يتم، وهما بيأكدوا ما دعينا نحن إليه من قبل ثورة 25 يناير وجوب مشاركة المصريين في الخارج وإعطائهم هذا الحق فهم بيمارسوه. هم مع كل ما يستحقوا من تقدير أيا كان صوتهم رايح لفين، يعرفوا زي ما احنا عارفين إن التصويت في الخارج مش مؤشر بالضرورة على اتجاه التصويت هنا، وإن قلة العدد هناك اللي واضحة من الرقم قياسا للملايين التي ننتظر إنها تشارك هنا بيقول إن هذه المعركة مفتوحة الاحتمالات. إلى ذلك يختتم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي حملاته الدعائية اليوم بكلمة تلفزيونية يوجهها إلى الشعب المصري عند 7 مساء، أي بعد حوالي 2 ساعة من الآن. قد ذكرت حملة السيسي أن مرشحها سيقدم رؤية تركز على مكافحة الفقر والأمراض المزمنة والعشوائيات، إضافة إلى المضي في برنامج لتحقيق العدالة الاجتماعية والعيش الأفضل. ومعنا من هنا من القاهرة عبر سكايب مراسلنا محمد سليمان. محمد، أنت في ميدان عابدين وسط القاهرة حيث يفترض أن يكون بعد قليل مؤتمر أخير لحمدين صباحي وحملته، صف لنا الأجواء لو سمحت. أنا الآن في ميدان عابدين، وميدان عابدين هو الميدان الأشهر في ميدان مصر أصلا، له أكثر عام من هنا فرقة معينة. تجمع عدد كبير من شباب القوى الثورية المؤيدة لحمدين صباحي، ضافوا بعض الشوارع في وسط القاهرة ثم التفوا الآن هنا خلف المنصة تماما. المؤتمر
سيبدأ بعد ساعتين من الآن. لكن بشكل عام دعيني أؤكد أن هذا المؤتمر أيضا وهذا الميدان شهد أول مؤتمر للإعلان عن التيار الشعبي المصري الذي أنشأه وأسسه حمدون صباحي، واختار هذا الميدان ليكون منه الختام حملته الانتخابية للترشيح لرئاسة الجمهورية، وقرر أن يكون الختام من هنا. سننتظر حتى تبدأ فعاليات المؤتمر الختامي بكلمة من حمدون صباحي وبعض شباب القوى الثورية والأحزاب الداعمة له. ولكن يفترض أنكم بأجواء ما سيتم التطرق إليه خلال هذه الكلمة، أليس كذلك محمد؟ نعم، حمدون اليوم يعني لم يقم المرشح حمدون صباحي بزيارة بعض المواقع في القاهرة والجيزة، ولكنه تم بعدد كبير من المحافظات المصرية خاصة الإسكندرية وصعيد مصر والوجه البحري بشكل عام، ولم يقيم أي فعاليات داخل محافظة القاهرة والجيزة. لذلك هو اختار أن يكون ميدان عابدين هو جامع وشامل لكافة محافظات مصر أو بالأخص محافظة الجيزة والقاهرة ليقيم منها المؤتمر. كلمته اليوم سيوجهها للشعب المصري وللقوى الثورية ولكل الشعب المصري لإعلان موقفه النهائي ولإعلان ما لماذا ترشح حمدون صباحي ويطلب من الشعب المصري التصويت له. هذه الكلمة هي كلمة موجهة اليوم، وبالتأكيد المشير عبد الفتاح السيسي سيخرج والآخر بكلمة مسجلة عبر التلفزيون والفضائيات فيها موقفه وراءه، ولكن حمدون توجه ربما الحظ الأوفر في التحرك في الشارع وفي المحافظات كان لحمدون خوفا من العمليات التي كانت تستهدف المشير عبد الفتاح السيسي، لذلك هو تحرك من خلال المادة أن القنوات الفضائية حمدون ستتحرك اليوم. نعم. صحيح، ونحن بانتظار الكلمتين في الواقع السيسي وصباحي. قيل محمد أن صباحي بهذا المؤتمر يوجه كلامه ومواقفه بشكل خاص لكتلة الشباب لاجتذاب المترددين منهم، هل هذا صحيح؟ بالتأكيد هو اليوم سيخاطب كافة الشباب وغير الشباب، لكنه وصلت حبيب اليوم للمقاطعين أو الذين لم يصوتوا في هذه الانتخابات، هو يحاول الحصول على أصواتهم، يحاول هجم الشباب. يعني منذ ساعة تقريبا كان عدد كبير من الشباب يطوف شوارع القاهرة في منطقة عابدين لحث الناس على النزول والمشاركة في هذه الانتخابات والتصويت لحمدون صباحي. هو يركز بشكل أساسي حمدون على فئة الشباب لأنهم هم الداعمين الأساسيين لها في التحرك في الشارع في ظل ضعف الإمكانيات المادية لحملاتهم الانتخابية. أشكرك جزيلا محمد سليمان من ميدان عابدين في وسط القاهرة، سنتابع معك فور بدء هذا المؤتمر لحمدون صباحي ونقدر حجم الضجة التي يعني تتواجد فيها. شكرا جزيلا لك. شيوخ الدعوة السلفية في مصر شرحوا أسباب دعمهم للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وقال نائب رئيس الدعوة ياسر برهامي أن السيسي لديه نبرة تدين وأن دعمه يأتي بسبب المخاطر المحيطة بمصر، مشيرا إلى أن المقاطعة ستدخل مصر في نفق مظلم. سبب اختيار أكثر أبناء الدعوة وشيوخ بأغلبية ساحقة اختيار دعم المرشح مفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية استشعار الجميع بمدى المخاطر التي تواجه الأمة ككل وبلادنا الخصوص، ومخاطر الانهيار، مخاطر التسليم، مخاطر الداخلية والتحديات. كذلك يعني لا يمكن أن ننكر أن نبرة التدين الشخصي الشائعة في كلامه وحديثه وسلوكه الشخصي وتاريخه ونشأته في أسرته وكذلك تنشئته لأبنائه بعد ذلك، وده جانب أساسي بالنسبة لنا في هذا الجانب كما ذكرت دون انتقاص من المرشح الآخر. الخطاب الديني فرض نفسه بقوة على برامج وحملات مرشحي الرئاسة. المرشح عبد الفتاح السيسي سبق أن حذر من خطورة ما يروجه من سماهم بتجار الدين من تشويه لواقع الإسلام الوسطي. أما حمدون صباحي فاعتبر أن الأزهر هي المرجعية الوحيدة للفتاوى. محمد العارف والتفاصيل. تطوير الخطاب الديني وتوحيده هدف وعد بتنفيذه مرشح الرئاسة أكثر من مرة، والسبب في ذلك أنهم يقولون إن لغة التطرف الديني التي ظهرت بعض ملامحها في مصر أخيرا كان أحد أهم أسبابها فوضى الفتاوى الدينية التي نتجت عن السماح لكل من يريد أن يعتلي منبرا ولو بدون تأهيل أن يفعل ذلك. نتصور أن الخطاب الديني في العالم الإسلامي بالكامل أفقد الإسلام إنسانيته، إن الناس تقتل وتخرب وتدمر وهي تدعو باسم الدين، ده إساءة بالغة
للإسلام والمسلمين. هذه المواقف رحبت بها مؤسسة الأزهر التي اشترطت أن يكون الخطاب الديني الموحد تحت إشرافها فقط هي ووزارة الأوقاف، حتى لا يتم استغلال هذا الخطاب مجددا كتجارة دينية تهدف إلى تمرير مصالح سياسية. أنا شايف أن ارتباط الخطاب الديني بالأزهر الآن أمر ضروري، لأنه هو الجهة العلمية الإسلامية الوحيدة التي التزمت وتلتزم بالموضوعية والحياد في مجال الخطاب الديني وفي مجال الدعوة الإسلامية. خطورة في الانحراف بالخطاب الديني بما ينصر فريق على فريق آخر، ده مصيبة كبرى، لأن ده بيؤدي إلى الفتنة، والفتنة أشد من القتل عند الله عز وجل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى شق صف الأمة الإسلامية وإلى حدوث الفتن والصدامات التي نعاني منها الآن. رؤية مرشح الرئاسة للتعامل مع هذا الملف انطوت على فكرة أن إسلام الدولة غير إسلام الفرد، بمعنى أن إسلام الدولة يتعامل مع واقع الدولة بأكملها مع اختلاف الديانات، أما إسلام الفرد فيختلف من حيث إنه حر في تطبيق مفرداته على نفسه كيفما يشاء. الخطاب الديني لم يعد مفتوحا أمام كل من يريد أن يعمل على توجيهه، ولا سيما أن مرشحي الرئاسة يتفقان على عدم السماح لغير الأئمة المجازين من وزارة الأوقاف والأزهر باعتلاء المنابر أو العمل بالفتاوى بعد الفوز بالرئاسة. محمد العارف، القاهرة، الميادين. ومعنا هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد بان، الباحث في مركز النيل لدراسات الاستراتيجية. أهلا بك أستاذ أحمد. أبدأ معك بهذه الجزئية فيما يتعلق بالخطاب الديني. كان له حيز في مواقف كلا المرشحين السيسي وصباحي مع خفض الألقاب، هل هذا طبيعي بالحملات الانتخابية؟ لا، هو الحقيقة هو إجراء دفاعي من كلا المرشحين، لأن كلنا عارفين أن حكم الإخوان خلال عام ركز جدا على الدين كأساس في التعبئة السياسية، وبالتالي جزء من حملة جماعة الإخوان حتى بعد خروجها من الحكم على كلا المرشحين أنهما ربما يأتيان منافيان لطبيعة المجتمع المصري وسيهددا هويته، إضافة إلى تصوير الصراع جماعة الإخوان في إطار صراعها مع الدولة المصرية حولت هذا الصراع من صراع سياسي إلى صراع ديني. هذا ما أشار إليه السيسي عندما قال بالحرف جماعة الإخوان حولت الخلاف مع معارضيها إلى خلاف ديني وحرب مقدسة ضد الإسلام. هو ده الخلل الحقيقي اللي ربما يمكن أنا قلت حتى عبر فضائية الميادين من فترة، إن أخشى أن جماعة الإخوان تشعل حريق لن تستطيع إطفاءه. هي الآن في مقابل قواعدها عبأت مشاعر قواعدها في اتجاه أن المعركة ليست معركة سياسية. من السهل جدا أن تحول المعركة في وجدان أنصارك من معركة سياسية إلى معركة دينية، لكن الأصعب الحقيقة هو استعادة التوصيف السياسي لها كمعركة سياسية، وربما دي أزمة جماعة الإخوان الآن. لكن عودة لسؤال حضرتك، هو إجراء دفاعي من كلا المرشحين، إضافة إلى أن هم حريصين على ألا يعني يشتبك مع أحد محددات الهوية المصرية، وهو الإسلام باعتباره أحد المحددات الرئيسية في هوية هذا الشعب، فكان لابد من خطاب تطميني يطمن الجموع العريضة من الشعب، ويقطع الطريق أيضا على دعايات الإخوان بأن كلا المرشحين منحازان إلى الدولة العلمانية مقابل الدولة الإسلامية اللي حاولت جماعة الإخوان أنها تطرحها في السابق. هو يعني الشعب المصري متدين بالفطرة، ولا حاجة ربما للعب على الوتر الديني، وهذا ما رآه المراقبون من المرحلة السابقة. تم اللعب كثيرا على الوتر الديني ما حدا بالمرشحين ربما لتوضيح بعض النقاط. صباحي مثلا يتحدث عن أنه لا يريد إقصاء التيار الإسلامي، ولكن بنفس الوقت يفرق بين التيار الإسلامي والإخوان المسلمين، أيضا لطمأنة الشارع المصري، أليس كذلك؟ هو لطمأنة الشارع المصري، وفي نفس الوقت لطمأنة جموع لم تشترك في حالة الصراع المسلح في الشارع، يعني كل من لم يتورط في إمساك سلاح أو الإساءة للدولة المصرية أو لمؤسساتها أو تخريبها هو مرشح أن يكون جزء من خارطة هذا المستقبل. من الصعب جدا إقصاء كتلة نشطة هي كتلة التيار الإسلامي، وإن تورطت قياداته وبعض قواعده فكرة إزاء الدولة المصرية أو النيل من مؤسسات الدولة المصرية. طيب، بالحديث عن التيار الإسلامي يحضر بقوة التيار السلفي، وشهدنا بعض الانقسامات، انشقاقات، اختلافات.
خلافات تباينات واضحة داخل التيار السلفي. اليوم شيوخ الدعوة السلفية يدعمون بشكل مباشر عبد الفتاح السيسي، وأيضا ربما يستخدمون مسألة الدين، أنه نبرة التدين في كلام السيسي مطمئنة أو مشجعة. هل ترى يعني هذا الدعم السلفي أو من قبل بعض شيوخ السلفية للسيسي أيضا طبيعي؟ مدرسة الدعوة السلفية في علاقتها اللي هي أسست حزب النور هي متسقة مع نفسها طول الوقت الحقيقة. يعني هي بتتبنى في قيام ما يسمى بخيار ولاية المتغلب أو قبول ولاية المتغلب، اللي هي بتنطلق من إن من قويت شوكته وجبت طاعته. هم في التعامل مع كل الأنظمة السابقة لم يرصد أنهم قاوموا أي نظام سياسي ككل، التيار السلفي ككل، لا الدعوة السلفية في الإسكندرية السلفية. أو سلفية الإسكندرية تمييزا لها عن سلفية القاهرة. لأن سلفية الإسكندرية من حيث الأنصبة هي تعبر عن من 20% ل30% من جملة التيار السلفي العام في مصر، بينما الكتلة الأكبر من التيار السلفي العام تماهت الحقيقة مع خطاب جماعة الإخوان وتمترست خلف مطالبها ووقفت في نفس المعسكر. أتصور المواقف اللي خدها حزب النور بدءا من تصويته لهذا الدستور 2014 وانحيازه لخارطة المستقبل بدءا من 30 يونيو كان في إطار اتساقه مع نفسه واتساقه مع خياراته الفقهية وحرصه على أن تبقى الدولة المصرية، وشعوره أن هناك أخطار بالفعل تتهدد وجودها، فضلا عن خصومة تقليدية بينه وبين تيار الإخوان المسلمين. فكان من الطبيعي أن ياخدوا هذا الموقف المعاكس لحركة الإخوان، خصوصا بعد تجربتهم معهم في الحكم السابق. ابقى معنا لو سمحت سيد أحمد بان، وأنت بالإضافة إلى كونك باحث بمركز النيل للدراسات خبير بشؤون الحركات الإسلامية، ابقى معنا. مشاهدينا ابقوا معنا أنتم أيضا لو سمحتم. فاصل قصير نتابع بعده النشرة. أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى النشرة المصرية، نقدمها لكم مباشرة من العاصمة المصرية القاهرة. وصل إلى مطار القاهرة الدولي عدد من الوفود الدولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية. المراقبون لازمة تأتي مع أي استحقاق انتخابي، ومعهم يأتي الكثير من الجدل. أسئلة كثيرة تدور حول عملهم، فما هو دور المراقبين من الاتحاد الأوروبي أو الإفريقي وغيرهما من المنظمات الدولية، وهل فعلا لا يتدخلون في الانتخابات الرئاسية الحالية؟ أبي زيدان والتقرير التالي. الاتحاد الأوروبي لن يراقب الانتخابات. الاتحاد الأوروبي عاد وأعلن جاهزيته لمراقبة الانتخابات. بين القرارين انشغل الشارع السياسي المصري بتحليل ما وراء هذا التذبذب في القرار الأوروبي، وفي هذا التوقيت المتأخر حيث لم يعد يفصل الناخب المصري عن التوجه لصناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه القادم سوى أيام معدودة. هناك حالة من التردد لدى أوروبا الرسمية في التعامل مع ما يجري في مصر. الرأي العام الأوروبي يعتقد أن ما يجري في مصر هناك انتهاكات جزئية للديمقراطية. الحكومات بحكم أنها ما يحركها هو المصالح بالأساس، هي تتقبل ما يجري في مصر رغم بعض التحفظ. لذلك ما يحدث الآن هو ارتباك ما بين الرأي العام غير الرسمي وتوجهات الإدارات الرسمية في الاتحاد الأوروبي. وفود عديدة من مختلف دول العالم ومن منظمات دولية ومحلية اتخذت كل ترتيباتها اللازمة للمراقبة والإشراف على سير العملية الانتخابية في ثاني انتخابات أفرزتها خارطة الطريق كما أعلنها الجيش المصري. الاتحاد الأفريقي اكتمل وصول مراقبيه، والجامعة العربية أعلنت عن انتهاء الجزء الأول من عملية المراقبة لأول مرة في تاريخها لتصويت المصريين في الخارج، فيما تواصل بعض الهيئات الوطنية تحضيراتها. نحن في المجلس القومي لحقوق الإنسان في لجان من أعضاء المجلس، من أعضاء المجلس 25 عضو زائد الباحثين المجلس، بتنزل بتراقب الانتخابات يومي التصويت. احنا اللي بيهمنا كمجلس قومي لحقوق الانسان ان الجميع يشارك في هذه العمليه الديمقراطيه، بنقف على مسافه واحده من كافه مرشحي الرئاسه. الجهاز القضائي في مصر يقوم هو الاخر بدوره في المتابعه والاشراف على هذه الانتخابات، حيث نشرت هيئه قضايا الدوله قبل ايام اكثر من 3000 مستشار على مستوى الجمهوريه.
تذبذب مواقف الاتحاد الأوروبي والمراقبة المحدودة لمؤسسة كارتر فضلا عن رفض الحكومة المصرية لمراقبة منظمات أخرى عديدة تخوفا من ولائها لطرف سياسي محدد. كلها أمور تدعو للتساؤل حول جدوائية المراقبة الانتخابية أصلا وحقيقة اعتبارها سلاحا سياسيا بيد دول خارجية للضغط والتدخل في الشؤون الداخلية لبلدان أخرى. أبي زيدان، القاهرة، الميادين. نعود إلى ضيفنا هنا في الاستوديو الأستاذ أحمد بان، وهو الباحث بمركز النيل للدراسات الاستراتيجية. سنناقش هذه الجزئية أيضا بما يتعلق بالمشهد العام الانتخابي، رقابة وغيره، ولكن اسمح لي أن أتوقف يعني استكمالا للحديث قبل الفاصل عندما ذكرته صحيفة جون أفريك الفرنسية بعنوان لافت في الواقع، العنوان: الإخوان يعدون لإدخال مصر في حرب. هل هناك أجواء توحي بأمر من هذا النوع؟ هو للأسف الشديد عقلية إدارة الصراع السياسي بالمنطق الصفري لازالت تسيطر على قيادة جماعة الإخوان، بدءا من يعني احنا كنا قدام الحالة الإسلامية أو حالة الإسلام السياسي قبل 30 يونيو كانت بتتوزع على ثلاث عناوين رئيسية: التيار السلفي والتيار الإخواني والتيار التكفيري أو الجهادي بين قوسين. للأسف الشديد بعد 30 يونيو وفي أعقاب اصطفاف كل المجموعات التكفيرية والطيف الإسلامي المتنوع إلى جانب جماعة الإخوان في المشاهد الاحتجاجية اللي تالت خروجها من الحكم، بدأنا نشهد تحول في طبيعة جماعة الإخوان بحيث أنها بدأت أكثر جنوحا إلى العنف، بدأ تتحول بعض أجنحتها إلى العنف، بدأ المنح التكفيري يغلب على قطاعات داخلها. نفذ ذلك يعني مرارا وتكرارا، نفذ ذلك لا علاقة لنا، لكن بالعنف. مشهد ربع الحقيقة ومسرح ربع كان واضح جدا في خطابه، سواء سمحت جماعة الإخوان بهذا الاصطفاف يعني في إطار أن المجتمع المصري أدار الظهر لها، فكان من الطبيعي أن تتلفت للحليف التقليدي وهي مجموعات الإسلام السياسي، لكنها أقدمت على خطأ استراتيجي فادح بأن سمحت لهذه المجموعات أن يتمدد خطابها على حساب الخطاب الإخواني، ومن ثم بدأت قواعدها تستمع لهذا الخطاب وتتفاعل معه، فتحولت بعض العناصر داخلها باتجاه هذا المنزع التكفيري اللي بدأ في خطاب حتى رموز كتير من أعضاء الجماعة زي وجدي ونيم وغيره اللي بدأ فيها النفس التكفيري واضح جدا، وبالتالي التعبئة النهاردة اللي بنشوفها عبر متابعتنا للخطاب الإعلامي للجماعة سواء في مواقعها المنشورة أو القنوات المرتبطة بها في الخارج كلها في إطار التعبئة على معركة دينية بين الحق والباطل، وبتتهم المجتمع كله بالكفر أو الخروج عن جادة الإسلام، وبالتالي العداء لم يصبح مع المؤسسات فقط ولكن امتد إلى العداء مع المجتمع كله الذي لم يقبل تصوره. طيب بالعودة إلى المراقبين والرقابة الدولية على هذه الانتخابات، رأينا تذبذب في البداية بموقف الاتحاد الأوروبي، عاد وعدل يعني الأمر سيراقب ولكن ربما بصفة متابع أو مقيم أكثر منها مراقب. اليوم لدينا مراقبين من الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية. هذا يطمئن، يفترض لسير العملية الانتخابية يطمئن أن العالم يعني الدول المجتمع الدولي، أليس كذلك؟ أنا أعتقد أن المجتمع الدولي كله بدأ يدرك حقائق الواقع في مصر بعيدا عن دعاية الإخوان للمشهد، لأن احنا كنا طول الوقت قدام روايتين: رواية تبدو رسمية للتعبير عما جرى في مصر وهي مقبولة إلى حد كبير شعبيا، و 30 يونيو نعم. رواية أخرى هي رواية الإخوان اللي تم تعويمها عبر وسائط إعلامية كبيرة على امتداد العالم، وكان ربما الإخوان أنجح في توصيل الرواية الإخوانية لفترات طويلة بالشكل اللي بدا أن الرأي العام الغربي إلى حد ما قابل الرواية الإخوانية على حساب الرواية الرسمية، خاصة مع أحكام الإعدام اللي صارت مؤخرا. في مؤشرات الحقيقة تبدو يعني كما لو كانت بتعطي أسلحة للجماعة تواجه بها الدولة المصرية من قبيل أحكام الإعدام وغيرها اللي تبدو غير مقبولة وغير مفهومة وتأتي خارج السياق، لكن أتصور الاتحاد الأوروبي ومؤسسات صناعة القرار في الغرب بدأت تدرك أن الأمر يتحرك على الأرض في الشارع باتجاه السلطة الجديدة وباتجاه إقرار نظام سياسي جديد، وإن حدود الاحتجاج وحدود التظاهر في المجتمع المصري ليست كما حاولت الجماعة أن تروج، وإن في حالة من حالات
القبول بهذا النظام السياسي الجديد تتعزز يوما بعد يوم. حالة دولية تقصد ولا؟ بدأت مع إقرار دستور 2014، ثم ها هي المحطة الثانية في الانتخابات الرئاسية اللي تبدو تجري بشكل طبيعي، على الرغم من أن الكل كان بيعتقد أنها لن تتم، أن هذا الاستحقاق لن يتم، وأن الشارع سيشتعل فهيقطع الطريق على هذا الاستحقاق. هذا لم يحدث في الحقيقة، وأصبحت كل التقارير اللي بتحاول تروج لها الجماعة تعبر عن فضاء افتراضي أكثر منها تعبيرا عن الواقع. وربما زيارة وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، جولاته الأخيرة بالدول الأوروبية وبأمريكا، ربما وضحت بلا شك كانت عامل مساهم، وإن كانت تأخرت كثيرا يعني. أشكرك جزيلا سيد أحمد بان، الباحث بمركز النيل للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في شؤون الحركات الإسلامية. شكرا لك. يعرف المصريون بحسهم الفكاهي للترويح عن همومهم. هذا الحس قوبل ببعض المضايقات من السلطات الحاكمة قبل الثورة، لكنهم مصممون اليوم على المضي قدما بتهكمهم ونكتهم طالما أنهم يعيشون أوضاعا لا تعجبهم. معتز القيسية. عمرو سليم رسام كاريكاتير في جريدة المصري اليوم يؤكد أن المضايقات التي تعرض لها لم ولن تثنه يوما عن التعبير عما في داخله. كتب هذه الكلمات بعد تولي الرئيس المعزول محمد مرسي سدة الحكم، لكنه اليوم متفائل ويؤكد أن قلمه سيبقى جاهزا للتهكم على واقع البلاد إن لم يرها على المسار الصحيح. قبل الثورة أيام مبارك كرسام كاريكاتير كنت معارض لنظام مبارك، أيام مرسي أصبحت مش معارض، أصبحت كافر. في الوقت الحالي أنا زي أي مواطن مصري بتطلع للأمل والمستقبل ومتفائل به. في جميع الأحوال هتعامل مع الأمر الواقع. أنا المهم عندي مبادئ عيش، حرية، عدالة اجتماعية. المرشحان الرئاسيان طالهما أيضا الحس الفكاهي، هكذا تم التعامل مع حمدين صباحي. كل ما حمدين صباحي يترشح اوعديني انك حتنتخبيه. الله يرحمه بقى جاك، كان نفسه يشوفه رئيس، بس انا وفيت بالندر وفضلت انتخبه. هو يترشح وانا انتخبه، انه مرة ينجح ابدا. اما بالنسبة للمشير عبد الفتاح السيسي فهكذا. وبكرة تشوفوا مصر. مش حقيقي. أقسم بالله. كلام. أقسم بالله تاني. مش حاسس. من الحس الفكاهي أيضا تم وضع صورة الممثل الأمريكي كيفين سبيسي على شعار حملة المشير، وبات من الهاشتاجات المنتشرة. أشرف سائق تاكسي التقيناه صدفة، وعند سؤاله عن وضع مصر أجاب. في مذيعة بتسأل واحد حرامي إيه أخبارك بعد الثورة؟ قال لها والله بعد الثورة أنا تعبان أوي. قلت له تعبان ليه؟ لا والله قبل الثورة كنت بشتغل شفت واحد بالليل، بس دلوقتي بشتغل بالليل وبالنهار. فكاهة ونكت تسخر من الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي بطريقة مضحكة، لكن في تفاصيلها ألم وحزن مرير، وكأن أصحابها يريدون القول كم ذا بمصر من المضحكات، لكنه ضحك كالبكاء. معتز القيسية، القاهرة، الميادين. نتمنى أن لا تزول البسمة عن وجوه المصريين. بهذا التقرير للزميل معتز القيسية ننهي هذه النشرة المفصلة من العاصمة المصرية القاهرة. نعود إلى استوديوهاتنا قبل أن نعود مرة ثانية بالتأكيد إلى هنا إلى القاهرة، إلى استوديوهاتنا مع دينا. شكرا لك يا زميلة لينا زهر الدين. نحن سنعود إلى استوديوهات مصر بالطبع، لكن الآن ننتقل إلى استوديو دمشق والزميل أحمد أبو علي. أحمد مساء الخير وتفضل. مساء الخير دينا وشكرا لك. في سوريا الجيش السوري يواصل تقدمه الميداني على أكثر من جبهة، والشعب يواصل استعداداته لانتخابات رئاسة الجمهورية. وفي نيويورك فيتو روسي أجهض مشروع قرار غربي ضد سوريا، وصفه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأنه استغلال للأزمة الإنسانية من أجل تبرير تدخل عسكري خارجي. كلما اقترب موعد الانتخابات ترتفع وتيرة الفعاليات التي بتنا نشهدها يوميا في شوارع العاصمة دمشق وساحاتها محاولات إرباك هذا المشهد الانتخابي لم تتوقف، وآخرها أمس استهداف مهرجان انتخابي في درعا من قبل مسلحين أدى إلى مقتل وجرح العشرات.
نبدأ من موقف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الذي حذر من أن محاولات استغلال الأزمة الإنسانية في سوريا لتبرير التدخل الخارجي ستؤدي إلى نتائج عكسية، وذلك غداة استخدام روسيا والصين الفيتو في مجلس الأمن لإسقاط مشروع قرار غربي يطالب بإحالة ملف سوريا على المحكمة الجنائية الدولية. لافروف كان يتحدث في افتتاح مؤتمر موسكو لقضايا الأمن الإقليمي والدولي. نعتقد أن لا بديل للحل السلمي للأزمة السورية، وسيكون استغلال الأزمة الإنسانية أو غيرها من جوانب النزاع ذا مفعول عكسي لتبرير التدخل العسكري الخارجي. المسائل المتعلقة بالفترة الانتقالية يجب أن تناقش في ضوء البحث عن حلول وسطية على أساس التوافق، ويجب أن لا يشترط تغيير النظام بلغة الإنذارات. وثمة أمر هام آخر، من الضروري تأمين تمثيل حقيقي للجماعات المعارضة في المفاوضات مع الحكومة. أما في الميدان فقد عزز الجيش السوري انتشاره في محيط سجن حلب المركزي والنقاط الاستراتيجية القريبة منه بعد إخراج المسلحين من المنطقة وتكبيدهم خسائر كبيرة في العديد والعتاد. وللاطلاع على أجواء المدن السورية ينضم إلينا الآن من دمشق مراسلنا محمد الخضر، ومن حلب مراسلتنا أوغاريت دندش، ومن اللاذقية هبة الله بطار. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك أوغاريت من حلب. أوغاريت، كيف يبدو المشهد في سجن حلب المركزي بعد دخول الجيش إليه وفك الحصار عنه؟ نعم، طبعا المشهد هنا في سجن حلب المركزي يمكن تلخيصه بحالتين. أولا الحالة النفسية والمعنوية العالية لدى العناصر الموجودة هنا من الذين كانوا في سجن حلب المركزي ومن الذين دخلوا إلى هذا السجن في العملية العسكرية التي تمت يعني من خلالها تحرير سجن حلب المركزي. هذه الحالة انعكست على كامل محافظة حلب، إذ أن الحالة المعنوية بشكل عام على الأقل بما لاحظناه هي حالة مرتفعة جدا، ويعني الجميع يتحدث عن أن ما بعد تحرير سجن حلب المركزي أو فك الحصار عن سجن حلب المركزي لن يكون كما قبله. طبعا والحالة الأخرى طبعا هي أن المنطقة بكاملها هي أصبحت منطقة آمنة في محيط السجن أيضا، وهي ستكون منطلق لاستكمال العملية العسكرية. يعني بمعنى آخر هذه العملية ليست عملية تنتهي هنا، هي عملية بداية ونقطة انطلاق لتحرير كامل مناطق، لا سيما مناطق الريف الشمالي والمناطق المتاخمة في مدينة حلب، لا سيما شرق مدينة حلب. طبعا للإطلاع على بعض التفاصيل التي أدت إلى صمود السجن طوال هذه المدة، وأيضا تفاصيل العملية العسكرية التي تمت، معي هنا أحد الضباط المشاركين والذين بقوا طوال هذه الفترة في السجن. سيادة نقيب أهلا بك. يعني بداية عندما نتحدث عن صمود طوال أكثر من سنة ونصف، هناك مقومات إن كانت لوجستية وإن كانت معنوية، ما هي المقومات التي أدت إلى الوصول إلى هذه اللحظة؟ أول مقاوم من مقومات الصمود هو أن القيادة ما بتترك جندي أو حاجز أو قطعة عسكرية محاصرة إلا بتمدها بمقومات الصمود. كانت مقومات الصمود هي الذخيرة، الطعام وتأمين مستلزمات الحياة الضرورية فقط. نعم، كيف كانت تتم يعني إيصال هذه الأمور؟ ونحن نعرف أن الحصار كان محكما حول كان يتم عبر الحوامات بالإسقاط المظلة. كان يتم عبر الحوامات إسقاط مظلة بعبوات خاصة يتم إسقاطها جميع المواد، مواد التموين أو التسليح. نعم، وفي داخل السجن يعني كيف كانت المعنويات وما الذي فعله الذين بقوا داخل هذا السجن، ولا سيما أن لديكم الكثير من السجناء، وبالتالي بعض هؤلاء السجناء قد يكونوا من المسلحين أنفسهم أو حتى من أصحاب يعني الجرائم، كيف تعاملتم في الداخل وفي الخارج بهذه المعنويات؟ كان التعامل كان مع بالداخل والخارج هو الهدف واحد هو بقاء السجن. يجب أن يتم السيطرة على السجن من الداخل وتنظيم حياة ويتم تنظيم حياة المساجين ولو كان بالحد الأدنى. الأهم هو بقاء السجن، الحفاظ على حياة المساجين. الأمر الثاني هو الحفاظ على بقاء السجن وصموده لأطول فترة ممكنة، حتى كان نحن اتخذنا إجراءات وإمكانيات الصمود داخل السجن للصمود لفترة مفتوحة، ونقصد بكلمة مفتوحة إن حتى وصول القوات. نعم، عندما نتحدث عن تقدم الجيش السوري لفك الحصار، يعني في مرحلة ما أنتم رأيتم بالعين المجردة عناصر الجيش السوري، عن هذه اللحظة حدثنا بالتحديد، يعني كيف تعاملتم معنويا وحتى عسكريا؟ يعني هل كان هناك مزيد من النشاط لدى الجميع؟ يعني وحتى معنويا، هل يعني الأمل بأن الحصار سيفك بهذه اللحظات كان أكبر؟
الأمل موجود ونحن عشنا على هذا الأمل، أمل موجود، ولكن الفترة الزمنية عندما يدفع ثمن النصر بدنا نناله، وكان ثمن النصر هو سنة ونص حصار مع كل ما تحمل من مصاعب. لما اندفع هذا وبدأت بادرة النصر تلوح بالأفق، وأول شيء شفنا رأينا العلم السوري على مسافة تقريبا 2 كيلومتر. هون يعني كان الشعور لدى الجميع غرورقت الأعين بالدموع، ولكن دموع الفرح بطعم النصر، والنصر قادم. كانت اللحظات الأولى للقاء هي عبر مجموعة انطلقت من داخل السجن للخارج طبعا ليلا، ومجموعة عناصر طبعا لا ما حدا بيعرف فيها نهائيا بسرية تامة. تم الوصول لقائد الميداني قائد القوة المتقدمة باتجاه السجن، وكانت الكلمات عاجزة عن التعبير، فكانت رسالات العيون والابتسامات والمعانقة. اليوم النصر هيدا يعني تحقق بفضل مين؟ يعني عدا عن الصمود، عدا عن القوة اللي اجت، يعني في كتير يعني اشخاص يمكن مش موجودين ليشهدوا النصر، ولكن هن بالنهاية ساهموا بهيدا النصر. اولا الشهداء، ثمن هذا النصر هو دم الشهداء اللي راحت، لانه هن كانوا الاقوى والافضل والاجمل والاحلى، فكان يجب ان يرتاحوا اولا، فتم الارتقاء بالاستشهاد. القيادة على مختلف المستويات كانت معنا لحظة بلحظة لحظة بلحظة ليلا نهارا. السجن مثل عناصر السجن ما هن صامدين، لازم نحن نكون جنبهم. نحن هلا اليوم بنشوفكم بما يعني حتى بالشكل الخارجي ما متعودين على عناصر الجيش اليوم، يعني شو ليش هيك انتم بعدكم بعد التحرير؟ هذه يعني من ملامح حصار بس، ولكن لا تدل لا عقلة همي ابدا، ولكن هي ملامح بتذكرنا بهذيك الايام. للشعب اللي مستنينا بالخارج يشوف ابطال ما شافون ولا عرفون، ابطال قلعة الشمال في سوريا وفي حلب. فينا نشوف شوي المشهد بالداخل كيف كان اذا ممكن؟ أوغاريت أرجو أن تبقي معنا، سنعود إليك بعد قليل. سننتقل الآن إلى زميلة هبة الله بطار في اللاذقية. هبة الله، فيما يتعلق بالتطورات على الأرض، هل هناك أي تطورات بارزة في الريف الشمالي؟ كلا أحمد، في الواقع الاشتباكات في الريف الشمالي على حالها، هي اشتباكات متقطعة وباتت روتينية، عبارة عن عمليات قنص متبادل بين الجيش السوري والمسلحين. كل من الطرفين يحافظ على مواقعه. بالنسبة للجيش السوري وللمسلحين، الجيش يحافظ على التلال التي يسيطر عليها، وكذلك هو الحال بالنسبة للمسلحين أيضا. يعني هناك عدد من قذائف الهاون التي تسقط بشكل شبه يومي ويطلقها المسلحون من مواقع التي يسيطرون عليها على القرى والبلدات المحيطة، وبشكل خاص على الغابات في الريف الشمالي، ما يسبب العديد من الحرائق. ويعني هذه الحرائق تسبب بخسارة عدد كبير من الأشجار، وقطع هذه الأشجار مساحات خضراء واسعة تم قطعها بسبب الحرائق التي تسببت بها قذائف الهاون والقذائف والصواريخ التي يطلقها المسلحون من القمم التي يسيطرون عليها في الريف الشمالي. هبة، كيف تجري التحضيرات للانتخابات الرئاسية قبل أيام من انطلاقها؟ كيف يبدو المشهد الانتخابي والنشاط الانتخابي بشكل عام؟ نعم أحمد، مع اقتراب موعد الاستحقاق الرئاسي ترتفع وتيرة الفعاليات التي تشهدها مدينة اللاذقية والفعاليات الخاصة بالانتخابات. بشكل يومي تنظم عدد من الفعاليات في الخيام الانتخابية المنتشرة في شوارع مدينة اللاذقية، بالإضافة إلى المسيرات السيارة التي تخرج تقريبا كل مساء، إضافة إلى ازدياد عدد اللافتات في مدينة اللاذقية. وجميع الفعاليات التي تنظم بدون أي استثناء تصب في مصلحة حملة الرئيس الأسد. ابقي معنا هبة، سننتقل إلى دمشق وإلى مراسلنا محمد الخضر لنطلع على المشهد الانتخابي في العاصمة. محمد، هل هناك أي تحركات قام بها المواطنون اليوم فيما يتعلق بالتحضيرات للانتخابات الرئاسية؟
نعم أحمد، في هذه الساحة ساحة الأمويين قبل قليل تجمع عشرات الشباب في مواكب سيارات، ثم كان هناك تجمع بسيط لهم في هذه الساحة. طبعا هذا التجمع اليوم هو يلي اجتماع آخر كان موسع وكبير في منطقة حي الورود وحي العرين الواقع في ضاحية قدسية إلى الغرب من العاصمة السورية تقريبا. بطبيعة الحال هذه التجمعات تتكرر في أكثر من مكان، هي في محيط دمشق تقريبا بأسره تقريبا هناك تجمعات أحيانا يصل العدد إلى مئات وربما بضع آلاف. التجمعات التي كانت اليوم في العرين وفي هذه الساحة هي تجمعات دعما للرئيس بشار الأسد في هذه الانتخابات، هناك تجمعات أخرى تنطلق من هذا الهدف. المرشحان الآخران هما عضو مجلس الشعب ماهر حجار أو الوزير السابق حسن النوري يركزان دوما على مقابلات إعلامية وعلى لقاءات تقريبا أقرب للنخبوية. بالأمس كان هناك لقاء للدكتور حسان النوري مع الفعاليات الاقتصادية في غرفة الصناعة وغرفة التجارة، وتحدث فيها تحديدا عن برنامجه الانتخابي في شق الاقتصادي، هو يرفع شعار الاقتصاد الذكي للأيام القادمة في سوريا. حمد ابقى معنا، سنعود من جديد إلى مراسلتنا أوغاريت دندش الموجودة في حلب. إذن أوغاريت، في بداية رسالتك كنا نسمع صوت قذائف، ربما ما هو مصدر هذه القذائف أو مصدر هذا الصوت؟ طبعا المناطق القريبة والمحيطة بسجن حلب المركزي هي مناطق اشتباك، لا تزال مستمرة الاشتباكات وإن كانت بعيدة يعني نسبيا عن السجن الآن بعد العملية العسكرية الأخيرة، ولكن المناطق المحيطة في شرق مدينة حلب وفي الريف الشمالي هي لا تزال مناطق تشهد اشتباكات مستمرة، والعملية مستمرة في هذه المنطقة لتحرير باقي الأماكن. هنا لدي أيضا يعني ممكن أن يشرح لنا أيضا سيادة الضابط ما هي هذه الأسلحة؟ هون أسلحة محلية الصنع، ولو كان بالنظرة الأولى نلاحظ أنه هذا قذيفة هاون، أنه قذيفة هذه قذيفة هاون محلية الصنع، يتم صناعة محلية، وهذا السلاح هو عبارة عن أسطوانة غاز لها شفرات للتوجيه، يتم إطلاقها بعبارة بوسط مدفع، ولكن هي قصيرة المدى، يعني مدى لا يتجاوز 300 أو 400 متر. يعني إطلاقها من قبل المسلحين عليكم؟ نعم، يتم إطلاقها من قبل المسلحين، حتى المدفع موجود هو، ولكن في نقطة بعيدة قليلا عن السجن موجود مدفع لإطلاق هذه القذائف. نعم، يعني رأيت هنا بعض المزروعات، يعني أنتم قمتوا بزراعة يعني خضار و... نعم. طبعا لضروريات الحياة كنا يتم إيصال إلينا بعض البزار وسط الطيارة، بزار خضروات حسب شتوي أو صيفي. هذا زار نبات الفجل، لكن سدوا بأوله. هون أي متى زرعته؟ بأي فترة؟ تعتمدوا على المواسم مثلاً يعني إنه هلا موسم؟ كل شيء عندنا يعني بالمواسم أو غير المواسم، حتى البندورة موجودة زرعناها، حتى البصل، يعني كان البصل أكثر شيء شائع، بصناديق الذخيرة تم زراعة البصل لتناوله، حتى نتمكن من الصمود. في حال صار مطر او لا يمكن للحوامي انه توصل يتم بالامكانيات المحدوده. الحوامات كانت بعض الاحيان يعني هي طبعا ما بتقدر تنزل بشكل دقيق، فبعض الاحيان كانت تجي خارج السور، كيف كنتوا تجيبوا هالاشياء يعني وهي في حصار والمنطقه مقروضه؟ هون كانت يجب احضار اللقمه من فم السبع، كانت هون تخاض من اجل كان ذخيره او طعام او اي شيء معركي مشان، وتم جرح بعض العناصر في هذا السبيل، ولكن ما كان لا يتم البراميل الموجودة بالخارج، لا يمكن ترك أي برميل خارجة، يجب إدخاله إلى داخل السجن ليلا. طبعا ليلا، وفي أوقات يعني لا يتوقعها العدو، حتى كان بالإمكان التسلل من بين العناصر، من بين عناصر الحراسة للمسلحين خارج السجن، والخروج إلى تحديد أماكنها بالنهار والخروج إليها ليلا إحضارها. إذا تحدثنا عن أصعب مرحلة مرت فيها، يعني مر فيها السجن أثناء الحصار، هي بأي مرحلة وشو كانت الصعوبة؟ أوغاريت، المرحلة كانت أول المرحلة الأولى. أوغاريت أرجو أن تبقي معنا، سنعود إليك بعد قليل. لسه ما تأقلمنا مع وضع الحصار، لما بس قطعنا الضربة الأولى هي أول حصار، تأقلمنا مع وضع الحصار وصار يعني ثابتين في الأرض مثل الأشجار، أشجار هذه المناطق طبعا لم يبقى منها أي شيء، استخدمناها للطبخ
والالتزامات اليومية للحياة. نعم شكرا لك يا سيادة ضابط. إذا أحمد يعني هذه هي الأجواء، طبعا لا أعرف إذا كنت لا تزال تسمعني. نعم تسمعني. ولكن بشكل عام هناك الكثير من التفاصيل، الكثير من الأمور التي قام بها الجيش، عناصر الجيش والقوات التي كانت متواجدة. نعم. داخل وقريت السجن. على كل حال يعني سنستمع إلى هذه التفاصيل بعد قليل، سنعود إليك طبعا بعد قليل. كثيرة ستنقل إلى شاشة تتحدث عن ملاحم حصلت هنا داخل جدران هذا السجن. أوغاريت شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من حلب، كما أشكر أيضا، أرجو أن تبقي معنا أوغاريت، إذا سنعود إليك بعد قليل. أشكر الزميل محمد الخضر من دمشق ومن اللاذقية زميلة هبة الله بطار، ولمناقشة التطورات المستجدة في الشأنين الميداني والسياسي ينضم إلينا هنا في دمشق دكتور تركي صقر الدبلوماسي السوري السابق. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. قبل الدخول في تفاصيل ما جرى بعد الفيتو الروسي والصيني ضد هذا المشروع الفرنسي، نريد أن نعرف بداية لماذا طرحت فرنسا هذا المشروع الهدف إلى إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ما كان هدفه خاصة قبل أيام من بدء الاستحقاق الرئاسي؟ طبعا مساء الخير أولا. والجانب الفرنسي طرح هذا المشروع في الحقيقة ويهدف إلى التشويش على الانتخابات وعلى الاستحقاق الوطني للانتخابات الرئاسية في سوريا، وهذا ليس أمر جديد على فرنسا. هم طرحوا أيضا موضوع الكيمياوي منذ فترة بعد أن وقعت سوريا على اتفاقية الكيمياوي وتم سحب معظم الأسلحة الكيميائية من سوريا، ومع ذلك هم يواصلون التشويش على هذا الاستحقاق الرئاسي بهدف طبعا تعطيل إرادة الشعب السوري في انتخابات الرئاسة وتطبيق الدستور الذي أقره الشعب عام 2012. طيب دكتور تركي، هذا التطور في البارز في حلب ودخول الجيش إلى سجن حلب المركزي وفك الحصار عنه بعد أكثر من عام ونصف، كيف يمكن تقييمه خاصة قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية هنا في سوريا؟ يعني هناك جملة من الإنجازات يقوم بها الجيش العربي السوري، وهذه إحدى الإنجازات، الدخول إلى السجن المركزي وتحريره وطرد العصابات الإرهابية من حول السجن. وللسجن أهمية استراتيجية كبيرة، وهي أن هذا السجن يبعد عن حلب حوالي 10 كيلومتر إلى شمال حلب، وكان عمليا يعني جسر عبور إلى المجموعات الإرهابية داخل حلب. ولذلك أهمية الآن احتلال محيط السجن والدخول إليه، معنى ذلك قطع هذه الإمدادات عن المجموعات الإرهابية الداخل حلب، وهو ليس نهاية المطاف، وإنما هو سيكون بداية لتحرير شمال حلب وقطع الإمدادات، وأيضا اكتمال تطويق حلب من الجهات الأربعة، بحيث يمكن فعلا محاصرة الإرهابيين في داخل حلب والتعامل معهم إما على طريقة حمص القديمة وإما على طريقة التحرير تدريجيا حتى الانتهاء ودحرهم نهائيا من حلب. دكتور، يعني هل تتوقع أن يتم تطويق الجهات الأربعة لحلب قبل الانتخابات الرئاسية؟ يعني التقدم ملحوظ، وإذا لم يكن حتى الانتخابات في الثالث من حزيران فإن الأمور تسير إلى الأمام. نحن في سوريا الآن أصبحت الأمور الصعبة والمراحل الصعبة خلفنا في الأزمة، وأصبح الآن دخلنا مرحلة تقدم ونجاحات الجيش في أكثر من جبهة، في بعد أن تم تحرير القصير وتحرير القلمون كاملا، يبرود ومعلولة وغيرها، والآن أيضا في درعا أصبح الوضع تقريبا هناك سيطرة على مدينة نوى، ومدينة نوى كما هو معروف هي أكبر المدن في محافظة درعا، أصبح الآن تطويقة كاملا، ولولا وجود تفخيخ في كل شيء من السيارات إلى الأبنية إلى الطرقات لكان الدخول إليها قد اقترب كثيرا، ولكن الجيش يتبع طريقة الحصار ثم بالتدريج يدخل إلى المدينة وإلى قلبها. يعني
طيب دكتور، بالعودة إلى استخدام الفيتو من قبل روسيا والصين ضد هذا المشروع، المشروع الفرنسي، روسيا والصين قبلتا هذا المشروع باستخدام حق النقد الفيتو للمرة الرابعة منذ بدء الأزمة السورية. مراقبون دكتور يرون أن هذا الفيتو جاء دفاعا عن مرحلة جديدة من تاريخ العالم تعبر عن ذاتها سياسيا على الجبهتين السورية والأوكرانية، ماذا تقول حضرتك؟ يعني أنا أقول أن الفيتو المزدوج للمرة الرابعة قد أنضج فعلا تحالف دولي جديد. يعني الآن ولد تحالف دولي جديد، هذا التحالف طبعا روسيا والصين وإيران. يعني إيران كانت حاضرة في مؤتمر شنغهاي، يعني وللمناسبة أن هذا الفيتو حصل عندما كان بوتين وكان الرئيس الصيني على إحدى البوارج يعني يشاهدون مناورة عسكرية مشتركة. يعني هي المناورة الثالثة بعد الأزمة السورية، يعني في ظل الأزمة السورية هذه هي المناورة الثالثة، وفي ظل الأزمة السورية هذا هو الفيتو المزدوج الرابع. فمعنى ذلك أن الآن اقتربنا من مرحلة فعلا صعود تحالف عالمي جديد يطوي صفحة القطب الواحد. وأصبحت هذه المقولة أن الانفراد الأمريكي في القرارات الدولية أو في مصير قضايا الشعوب أصبح من الماضي. فلذلك يمكن أن ينظر إليه أنه فعلا مرحلة مهمة جدا. وللمناسبة أن هذه الطبخة التي قام فيها الفرنسيون هي عملية بلطجة حقيقية لتحويل سوريا، وليس لتحويل جهة معينة، وإنما تحويل سوريا إلى الجنائية الدولية كما تم تحويل بقرارات دولية العراق في عام 1990 إلى 2003. فكانوا يريدون أن يفتحوا على سوريا أنها دولة تخترق القانون الدولي في أي لحظة، ويمكن أن يسهل هذا الأمر على العدو الصهيوني أن يقوم بأي حجة أو ذريعة ليقول أن سوريا تنتهك القانون الدولي وتقوم بالاعتداء. يعني هو عمليا فتح الباب أمام إسرائيل للاعتداء على سوريا. دكتور، اليوم تحدث وزير الخارجية سيرجي لافروف، هو تحدث عن مواصلة الغرب لمحاولات التدخل في سوريا. برأيك اليوم هل ما زال الغرب يعني يريد أن يتدخل في سوريا؟ لن يألو جهدا الغرب في أي لحظة أن يطرح مثل هذه الأمور. يعني هو يطرح المساعدات الإنسانية، يعني يطرح التدخل العسكري بقفازات إنسانية. وعمليا اللعبة أصبحت مكشوفة، وانتبه الجانب الروسي والصيني إلى هذه اللعبة. وبنفس الوقت هم يريدون أن يلعبوا ورقة الكيمياوي، لعبوها أكثر من مرة وفشلت أيضا. ولذلك نحن نرى بأنهم سيواصلون هذا التصعيد، ولكن ليخجل تخجل الدبلوماسية الفرنسية بوجه الصهيوني على أنها فشلت أكثر من مرة في تمرير التدخل الخارجي العسكري. شكرا جزيلا لك دكتور تركي صقر الدبلوماسي السوري السابق، كنت معنا مباشرة من دمشق. ونعود من جديد إلى مراسلتنا أوغاريت دندش المتواجدة في سجن حلب المركزي. أوغاريت، قبل قليل كنت تتحدثين عن تفاصيل ما جرى داخل سجن حلب المركزي، تفضلي. أريد أن أشير إلى أن في سجن حلب المركزي هناك السور الخارجي الذي تم تدميره بعملية انتحارية قام بها المسلحون بآلية عسكرية، والسور الداخلي. العملية العسكرية والاشتباكات كلها في الفترة الأخيرة كانت تجري على السور الداخلي. استطاع الجيش السوري أن ينقل المعركة من داخل السجن إلى حدود السور، وبالتالي إبعاد المسلحين إلى أكبر مسافة ممكنة بما تمكنه الظروف في هذه الأحوال. طبعا الحديث عن السجن وتفاصيل داخل السجن، معي هنا ايضا احد الضباط، ضابط اخر من داخل السجن سيحدثنا عن هذا الموضوع. اهلا بك، بس خبرنا شوي بالاول تفاصيل السجن. يعني نحن عم نشوف مباني قديمه، مباني جديده، مبنى السجن، مبنى مدرسه، تركيبه السجن لو بنشرح شوي فيها ليفهموا الناس شو كان الوضع داخليا. طبعا السجن كبناء، في البناء السجن الاساسي
هذا هو اللي بيحوي النزلاء الموجودين بالسجن وعناصر الشرطة. اللي شايفينه هون هذا مبنى السجن الجديد، طبعا هو مبنى قيد الإنشاء، وكان أحد النقاط القوية مثل ما أنا شايفين بناءه قوي، أحد النقاط القوية اللي تمركز فيها قسم كبير من عناصرنا، واللي بفضل جهودهم وتضحياتهم. لو بنحكي شوي تفاصيل، يعني لما بنحكي انه هي لعبت دور كبير واساسي، شو بيعني؟ يعني نقاط الحراسه، القناصه، شو كانت تمثل هذه المباني اللي هي عاليه؟ نعم، طبعا المباني على محيط المبنى، على محيط المبنى كان يتوزع نقاط الحراسي، كونه متيني، بناء متين وقوي، تم رصد أي تقدم للعدو والتعامل معه، بالإضافة لأنه مركز لمعيشة وسكن العناصر المستوطنين بهذا البناء. يعني السجناء اللي كانوا موجودين شكلوا شيء مشكلة أو أي مشكلة خلال هاي الفترة؟ يعني بالنهاية أنت عندك ناس ممكن بيناتهم مسلحين، ممكن بيناتهم مجرمين، يعني مرتكبين، وكانت فرصة بالنسبة لأنه أنه أي تمرد بشكلكم مشكلة، خاصة أنه عندكم معارك يعني عم تجرى بخارج السجن. كيف تعاملت أو حصل في أي إشكال مع السجناء؟ بالعموم لا شيء يذكر، يعني لا شيء يذكر، وكانت الأمور داخليا الحمد لله تحت السيطرة، وكان الخطر المتهدد للسجن خارجا. لا، يوم تدمير السور الخارجي يعني وصار فيه يعني يقدروا يدخلوا منه، شو اللي تغير بالمعركة؟ اللي تغير بالمعركة انه نحن كقوات صامدة داخل السجن صرنا اكثر عرضة للهجوم وللقنص. طبعا السور بمجرد ما انكشف تحركاتنا داخل السجن صارت كلها مكشوفة، فكنا نعاني كثير، ولكن البديل بهمة قامات هالسنديان وبهمة الأبطال هدول، البديل كان هو الخنادق اللي أمنت تحركنا من نقطة إلى أخرى بشكل آمن. شفنا آليات عسكرية محروقة بالخارج كثير، هالآليات هي آليات للجيش أو للمسلحين؟ لا، هي آليات للمسلحين، تم الهجوم عليها، تم الهجوم بواسطتها على السجن، وبحمد الله تم تدميرها بهمة الأبطال. كيف أساليب تدمير الآليات؟ نحن عم نحكي عن قواذف، عن صواريخ مباشرة، عن كيف كانت تم تدميرها؟ تم التدمير بواسطة ألغام تم تزويدنا بها من قبل القيادة الأعلى، وعبوات صنعناها بشكل ذاتي هون، بالإضافة إلى القواذف الموجودة عنا. طب نحن عم نشوف هون يعني بساحة السجن عم نشوف بعض السيارات المدمرة، طب كيف تدمرت هذه السيارات؟ نحن عم نحكي بقلب السجن. نعم، تم قصف السجن بعدد هائل وصعب التخيل من قذائف الهاون. فقذائف الهاون طبعا راح إصابات وراح شهداء، فأكيد الآليات والحديد بده يتأذى وبده ينعطي. مدى الضرر اللي حصل بالسجن؟ يعني هل تم تدمير أقسام كاملة من السجن بهذه الأسلحة، أو أنه لا، كانت الإصابات اللي نحن عم نشوفها غسان إذا ممكن تصور؟ يعني نحن عم نشوف المبنى فيه إصابات، واضح أنه هي استهداف لها. شو كانت يعني تدمر شيء قسم كامل من السجن؟ مدى الإصابة اللي أصابت السجن ضرر؟ طبعا القسم في أحد النقاط وهو السرية كان له النصيب الأكبر من الهجومات، ولحق فيه ضرر كبير كثير، لحق فيه ضرر كبير كثير، ومع ذلك ظلوا الشباب صامدين بنقاطهم وما تزحزحوا قيد أنملي في سبيل الوصول لهاللحظة الحلوة اللي هي النصر. يعني يا ريت فينا نتقدم شوي باتجاه المبنى الأساسي للسجن. نحن لما عم نشوف يعني مبنى السجن، كان في هدف للمسلحين بإخراج مثلا سجناء أو أي حدا من قلب السجن؟ يعني هل لاحظتوا أنه هن عندهم مطالب بالنسبة لبعض السجناء الموجودين عندكم؟
نعم، هلا السجناء في عدد من السجناء اللي بيعود تبعيتهم لمنظمات ارهابيه وسلفيه. هدول هنن اللي كان بهم المسلحين، همهم الدائم للمسلحين انهم يوصلوا لهم ويحرروهم. طب بمراحل دخول الهلال الاحمر الى هذه المناطق، يعني هل لاحظتم انه هن كان عندهم مطالب، اسماء محدده، اشخاص محدده، وكيف تعاملتوا مع هالاشخاص؟ طبعا نحن دائما هالامر هذا كان ينعرض على قياده القوه العسكريه هون، وكان دائما يطالبوا باسماء محدده، ولكن نحن ما كنا نهادين وما كنا نرضى كونهم بشكله خطر كبير كثير على أمن البلد. قدرتوا تحافظوا عليهم على حياتهم يعني رغم كل شيء، لأنه بالنهاية هن سجناء لهم فايدة يمكن بالتحقيقات بأي شيء، يعني قدرتوا تحافظوا عليهم أو فقدوا الحياة قسم منهم؟ نعم، مثل ما كان السجن ومثل ما هو البلد أماني بأعناقنا وشيء أقسمنا عليه، فجميع الناس وجميع العناصر اللي موجودة هون كانت أماني بأعناقنا، وحاولنا قدر الإمكان أنه نضل صامدين بجميع أطيافنا إن كان سجناء أو كيف. طب كيف كنتوا تطعموهم للسجناء؟ يعني انتم ما كنتوا قادرين تاكلوا، بعنا عدد كبير من السجناء، كيف قدرتوا تخلوهم يعني يستمروا الماي الاكل كل هالاشياء؟ طبعا الهلال الاحمر بالمساعدات اللي قدمها كان له فضل كبير. طبعا مرقت علينا اوقات صعبه كثير، ما كان يتمكن الهلال الاحمر للوصول الى السجن، فكنا من الشيء اللي كنا مدخرينه يعني على مستوى الخبز اليابس، بحيث انه نضل صامدين ونقيد انفسنا نحن والسجناء. نعم، كنتوا عارفين النهار اللي وصل الجيش على انه العمليه العسكريه هي عمليه جديه وانه هي وصلت فعلا لفك الحصار، او انه كانت مفاجاه بشكل عام؟ لا، كانت عمليه مخططه ونحن متهيئين ومجهزين لهذه اللحظه. يعني كنا على دراية بكل خطوة، بس ولكن بسبب الحصار الطويل وإلحاح النفس والروح أنه بدنا ينتهي الحصار، كان الإلحاح واللج بأنه السؤال وين صار الجيش وشو المسافة بيننا وبينه. بس نحن كنا على دراية، خاصة القادة الضباط كانوا على دراية بكل خطوة بخطيها الجيش باتجاه السجن. حتى كان في محاور نحن بعض العناصر بيشوفوها أنه بعيدة هي عن السجن، لا، هي كانت لمصلحة السجن لتأمين المجنون جنبات يمين ويسار بالهدف الوصول الكتلة الرئيسية واتجاه الضربة الرئيسية يكون باتجاه السجن. نحن عم نشوف داخل المبنى، يعني المبنى الجديد، هيدي التحصينات. هلا هيدي التحصينات مش مواجهة يعني للخارج، ولا شو كانت دورة؟ لأنه كتير مبينة إنه هي مطلعة على السجن أكثر. هذه التحصينات ضد النقطة هي بالخلف. ضد المسلحين بالخلف. طبعا هذه التحصينات هي تحصينات يعني كثيفه وزاد سماكه كثير كبيره لمضاده لقذائف الدبابات، لانه هون احد المدافع مدافع 23 ملم يجب حمايته، لانه اقوى سلاح بحسن بيوقفه هو الدبابات او القصف بالصواريخ، لذلك يجب ان يكون المستر على سماكه معينه بتتخطى 3 امتار سماكه، من طبعا ردم يلي انحفر من الارض والرفع بالاكياس لينحط بهذيك. شكرا على شكرا على شكرا. نعم 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 احمد. طبعا الاصوات التي نسمعها في الخارج هي اصوات يعني اشتباكات في مناطق قريبه جدا من هذه المنطقه. كما قلت، العمليه العسكريه مستمره، وايضا العمليه العسكريه التي حصلت في سجن حلب المركزي ستكون نقطه انطلاق للمناطق الاخرى. هي مناطق اشتباك محتدمه جدا، حاميه جدا، منذ لحظه دخول المسلحين الى مناطق معينه في حلب. لا تزال هذه المناطق تشهد اشتباكات، وهي مناطق وان كانت الان يعني بعيده نسبيا عن السجن الا انها قريبه يمكن القول بالمفهوم العسكري إلى حد ما، وتسمع أصوات الاشتباكات بشكل واضح جدا في هذه المنطقة. طب أجريت المسلحون إلى أي جهة فروا بعد دخول الجيش إلى سجن حلب المركزي وفك الحصار عنه؟
إلى أي مناطق توجهوا؟ نعم أحمد، لم أسمع السؤال من فضلك. نعم، المسلحون إلى أي جهة فروا بعدما دخل الجيش إلى السجن وفك الحصار عنه؟ إلى أي مناطق توجهوا؟ نعم نحن يمكننا الحديث هنا عن مختلف الجهات المحيطة بالسجن، ولكن على بعد نسبي من السجن. شرق مدينة حلب هو قريب، وأيضا حلب المدينة وأيضا الريف الشمالي بالكامل هي مناطق لا يزال المسلحون يتواجدون فيه بشكل كبير، وبالتالي باتجاه مناطق الريف الشمالي هم انسحبوا، من استطاع الانسحاب. عدد كبير من القتلى قتل في هذه المعركة، ولكن من انسحب وتوجه باتجاه الريف الشمالي تحديدا لمدينة حلب. هل يمكن تقدير عددهم وجريد؟ طبعا حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عن عدد دقيق، أولا لأن عدد من الجثث سحب في المعركة. المتواجدون في هذه المنطقة أو في داخل السجن لم يكن بإمكانهم إحصاء عدد دقيق من القتلى، إذ أن عدد منهم كان يقتل في أثناء الليل ويتم سحب جثته، عدد آخر كان يتم تفجير الأنفاق التي كانت تحفر تحت السجن في محاولة الوصول إلى تحت السجن المركزي، وبالتالي أيضا عدد منهم قتل. الأعداد الدقيقة حتى هذه اللحظة لا يمكن الحديث عنها، ولكن عندما نتحدث عن حصار دام طويلا فإن عدد القتلى يكون كبير جدا. وأيضا في الأيام الأخيرة الاشتباكات كانت محتدمة جدا، وبالتالي أيضا عدد كبير من القتلى سقط في هذه المعركة. أريد أن أشير هنا إلى أن جرح الجيش السوري في هذه المعركة تم نقلهم بأمان إلى مدينة حلب، وبالتالي أيضا إلى المناطق الأخرى التي سينقلون إليها لتلقي العلاج المناسب. ولكن اللافت أن عدد كبير منهم تلقى العلاج وبقي هنا يتعالج مدة سنة وأكثر من سنة من إصابات إصابات ممكن الحديث أنها خطرة، وهم نقلوا اليوم بشكل آمن إلى المناطق لتلقي العلاج المناسب والذي يحتاجونه بعد تلقي العلاج في داخل السجن مدة طويلة. طيب وجريت، هل يمكن أن نرى من خلال الكاميرا باقي أقسام السجن التي لم نستطع أن نراها؟ طبعا نحن هنا في المنطقة، السجن هو بشكل أساسي في المنطقة خلفي داخل السجن، نحن سندخله وسنوافيكم بالصور من خلال التقارير، ولكن خلال هذا البث المباشر نحن أردنا أن نأخذ صورة عامة لأقسام السجن المختلفة، لأنه كما تحدث عندما نقول الحصار كان على كل هذه المباني، على السور الخارجي والسور الداخلي للسجن، وبالتالي ليس فقط مبنى السجن الذي نتحدث عنه هو المبنى حيث يحجز المحكومون والمسجونون هنا في السجن المركزي. أما الأقسام الأخرى فقد شكلت أيضا أساس في هذه المعركة، كما تحدثنا المبنى الجديد وهو لم يستخدم حتى هذه اللحظة. طب هذه الشيء اللي شفناه هلأ شو؟ هذه بتكون مثلا طلقات من عند الجيش باتجاه نقاط بتمر، من الضروري انها تمر فوق السجن. حسيناها قريب كثير قريب كثير، لانه المسافه الجيش والرمي باسلحه ذات قدره قتاليه، لا يتم رفع المحرك الاعلى، بيتم بمرور على ارتفاع امتار من السجن ويتم وصولها الى الهدف في الجهه المقابله من السجن. وين الهدف وين عم بيكون بالجهه الغربيه، غربي القريه اللي هي المتاخمه للسجن من جهه الغرب. احنا هلا لهون السجن هن فينا نعتبره هو مسلمية، هي المنطقة؟ لا طبعا هو ضمن اراضي قرية المسلمية. اذا باتجاه غرب السجن تجري المعارك حاليا؟ غربي قرية جبيلة. قرية جبيلة لا تزال مع المسلحين او تم تحليلها؟ تم تحليلها بشكل كامل اليوم بعتقد. ضمن العمليات الخاصة اللي بنفذها الجيش ليلا وصباحا كانت معلنة بشكل آمن كاملة. اذا غرب السجن المركزي قرية جبيلة تم تحريرها صباح هذا اليوم. الاشتباكات احمد التي تحدثنا عنها هي قريبة جدا كما قلت، ورميات تحصل ايضا من هذا المكان. شكرا جزيلا لك أوغاريت، كنت معنا مباشرة من داخل سجن حلب المركزي. ونشير فقط هنا الى ان زميلة أوغاريت هي أول صحفية تدخل إلى سجن حلب المركزي وتنقل لنا صورا مباشرة من داخله، وأرجو أوغاريت أن تنتبهي على نفسك وتتوخي الحذر. شكرا جزيلا لك. وفي الشأن الانتخابي، تحولت شوارع دمشق إلى كرنفالات انتخابية، حيث لا يكاد يمر يوم واحد من دون أن يشهد مسيرات سيارة ينظم أغلبها أنصار الرئيس السوري بشار الأسد الذين ابتكروا أشكالا جديدة لسياراتهم. محمد محسن والتفاصيل.
تستعد سيارتا الهامر لقيادة المسيرة المؤيدة للرئيس السوري بشار الأسد. خلفهما سيمشي عدد من المشاركين جاءوا من مختلف أحياء دمشق. المسيرات المؤيدة كما تسمى هنا باتت شبه يومية منذ بدء الحملات الانتخابية. مجد لن ينتخب لكنه يحب الأسد. أما الذين لهم حق التصويت فلهم عدة مطالب من مرشحهم. الرئيس بشار إنسان خلوق ويعني ما بيميز حاله عن الناس ومتواضع وبيحب الناس. بطلب منه الأمن والأمان أهم شيء، يعني هودي نعمتين كنا عايشين فيهم وانحرمناهم بهالوقت هذا. تنطلق المسيرة من أوتوستراد المزة ويرتفع معها صوت الأناشيد المؤيدة. يزدحم السير ويدخل عدد من السائقين في المسيرة بشكل عفوي. هذه السيارات التي لونها أصحابها بصور رئيسهم وشعارات مؤيدة له منتشرة أيضا في العاصمة، وتتراوح كلفة تغليفها بالصور ما بين 10,000 ليرة و40,000 بحسب حجم السيارة. يكبر الموكب ويشارف على الوصول إلى قلب العاصمة. إلى ساحة الأمويين تصل مسيرة مؤيدي الرئيس السوري بشار الأسد. هنا قلب دمشق حيث دأب مؤيدو الأسد منذ بداية الأزمة على إعلان تأييدهم له من هنا من هذه الساحات العامة. من لا يعترف بالانتخابات المقبلة لا يروقه هذا المشهد، فيما يعتبره مؤيدو الأسد حقا مشروعا لهم بالتعبير عن ولائهم السياسي. بيعطينا السلام وهو بده يحل لنا الأزمة إن شاء الله. يتحملوا، بده يتحملوا شو؟ بده يتحملوا مثل ما كانوا يطلعوا مظاهرات، بده يتحملوا المسيرات. المعدل الزمني لجولات المسيرات المؤيدة يبلغ الساعة ونصف الساعة تقريبا. في أزمنة الاستفتاءات كانت تحتكر هذه المسيرات الشارع، اليوم تبدل الواقع. يحتك مؤيدو الأسد بصور ولافتات لمرشحين آخرين، وبمعزل عن الجدل السوري حول شرعية الانتخابات فإنها تبدو نقطة جديدة في فسيفساء المشهد السياسي السوري. محمد محسن، دمشق، الميادين. إذن مشاهدينا الكرام كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة، والآن نعود إلى استديوهات الميادين وإلى الزميلة دينا زرقط. شكرا للزميل أحمد أبو علي ولفريق الميادين في دمشق. بالطبع سنكون مع نوافذ أخرى حول التحضيرات والاستعدادات للانتخابات الرئاسية السورية في نشرات لاحقة. والآن نعود إلى القاهرة والزميلة لينا زهر الدين. لينا تفضلي إليك. أشكرك دينا وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى الجزء الثاني من نشرتنا المصرية. نبدأها من إعلان الشرطة المصرية أنها ألقت القبض على 15 عضوا من جماعة الإخوان المسلمين بتهمة حرق أقسام الشرطة في الجيزة وبحوزتهم أسلحة نارية. من جهة ثانية اندلعت اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن المصرية في جامعة عين شمس بالقاهرة، وقام أنصار الإخوان بحرق إطارات السيارات وذلك أثناء مسيرة نظموها باتجاه منطقة الألف مسكن. يذكر أن وزارة الداخلية دفعت بقوات الأمن المركزي إلى منطقة عين شمس تحسبا لتظاهرات الإخوان اليوم. استشهد ضابط مصري وأصيب جنديان بجروح جراء تعرضهم لهجوم مسلح جنوب مدينة رفح في سيناء. مصادر أمنية مصرية قالت إن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على دورية جنوب ميناء رفح عند الحدود الدولية ثم لاذوا بالفرار. وفي سيناء أيضا قتل 6 من قيادات جماعة أنصار بيت المقدس من بينهم شادي المناعي خلال تعرض سيارتهم لهجوم في منطقة جبل المغارة. المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة قال إن قوة خاصة نفذت عملية نوعية ضد هؤلاء العناصر وذلك في إطار أعمال التأمين والقضاء على العناصر الإجرامية بشمال سيناء. وترددت أنباء أن المناعي وأعوانه قتلوا على خلفية ثأرية حيث جرى تصفيتهم من قبل قبائل بدوية بعد تورطهم في قتل شابين قبليين.
شهدت الساحة الزينبية في القاهرة احتفال المصريين بمولد السيدة زينب في اليوم الذي يقال إنه شهد دخول حفيدة الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام مصر. وفي رواية أخرى يصادف الاحتفال ذكرى اجتماع الفقهاء لتأبينها. قد تم تقديم الاحتفال لمدة أسبوع هذا العام حتى لا يتعارض مع موعد الانتخابات الرئاسية. سمية الشناوي والتفاصيل. مولد السيدة زينب رضي الله عنها نفحة من نفحات المحبة التي ينتظرونها كل عام. الآلاف من محبي أهل البيت حضروا من محافظات مصر المختلفة لزيارة مقام الطهرة أو أم هاشم كما يحلو للبعض تسميتها، احتفالا بالليلة الكبيرة لمولد حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. نيجي نرفع عن نفسنا شوية، نصلي، نسمع آيات قرآن كريم، أحاديث نبوية شريفة، ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل بيته وعلى أصحابه الكرام. في يوم مولدها يزدان مسجدها في حيها العريق بالقاهرة، ويأتي إليه المريدون من أنحاء مصر قاصدين المتعة والصفاء الروحي. ربنا قال كل أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربة، فلازم نود آل بيت رسول الله، وكل من حب آل بيت رسول الله حضر النهاردة. يصاحب المولد عدد من المظاهر الأساسية لعل أشهرها خيام الطرق الصوفية وتقديم الطعام لكل محتاج. بنشتغل في إطعام الطعام حبا وتكريما وتعظيما وتشريفا لحضرة ست السيدة زينب بنت سيدنا الإمام علي. لا يقتصر المولد على محبي أهل البيت فقط، بل يتحول أيضا إلى ساحة لفرح الأطفال، حيث فرضت المراجيح وألعاب المولد التقليدية نفسها على ساحة الاحتفال. الباعة الجوالون جزء أساسي من المولد، بضائع مختلفة الأشكال والألوان. مولد السيدة زينب بالنسبة للمصريين يوم يعبرون فيه عن الفرح بحب آل البيت. دايما بحب أزور آل البيت وأعتاب آل البيت ومتيم بحب آل البيت. ربما كان تقديم موعد الاحتفال بمولد السيدة زينب عاملا من عوامل غياب المشاهد الروحانية. لتصبح الانتخابات الرئاسية الهاجس المسيطر على المولد، حيث انعكس ذلك من خلال لافتات تأييد السيسي المنتشرة في قلب ميدان السيدة. من رحاب السيدة زينب، سمية الشناوي، الميادين. ومن رحاب السيدة زينب نختتم هذه النشرة المصرية قدمناها لكم من القاهرة. موعدنا التالي يتجدد في برنامج حديث القاهرة عند منتصف هذه الليلة 12 بتوقيت القاهرة وبيروت، وعن الأغنية السياسية. استودعكم الله والسلام عليكم. شكرا لك يا زميلة لينا زهر الدين. أيضا نشكر الفريق، فريق الميادين في القاهرة. إذن مشاهدينا انتهت نشرتنا، نشكر لكم حسن المتابعة والسلام عليكم.